الجيل الجديد. هل عدم التجديد لنفس الإدارة أم نقله إلى قطاع آخر؟ هنا السؤال. يعني اليوم أنا وكيل مساعد لشؤون إدارية ومالية، حققت 8 سنوات شؤون إدارية ومالية، وبعدين هل أنتقل إلى شؤون قانونية مثلا أو شؤون فنية أو شؤون؟ لا هو كوكيل لم يتم التجديد له 8 سنوات كافي، هذا القرار مجلس الوزراء. أعتقد أنه مجلس الوزراء تركها عايمة، يعني أنا أعتقد أنه استكمال الخبر أو بعد ما يصدر القرار أنا أعتقد أنه لا يمكن أنه يطبق بالكويت. وكيل وزارة مساعد أو وكيل وزارة أصلي يقعد في منصبة 8 سنوات أو مسمى وكيل وزارة شوي. وأنا أشوفها وايد صعبة، وايد صعبة، أقل شيء 20 إلى 30 سنة، أقل شيء لازم ولا ما يكون قاعد بالكويت. لازم يعني 20 25 سنة. أنا فعلا يعني أشاركك فعلا. إذا ما يصير ديناصور يقعد له 100 سنة بالمنصب صعبة 8 سنوات. طيب كذلك من قرارات مجلس الوزراء اعتماد اختصار الدورة المستندية امام المشاريع الكبرى لا تتجاوز 6 اشهر. نعم. هل فعلا راح نرى يعني قاعد نشوف خلف مشاريع تقعد 3 4 سنوات؟ نعم. الان نعم. مجلس الوزراء يقول 6 ما تتجاوز 6 اشهر، معقول هذا الكلام؟ انا اعتقد اذا صارت الدوره المستنديه 6 اشهر هذا اللي نقول عنه صدق او لا تصدق، هذا الانجاز الفعلي. نعم هذا الانجاز الفعلي حقيقي يعني. نعم. يعني لما انت تخلص مده مستند من 4 سنوات ل6 شهور هذا. نعم. هو الانجاز الحقيقي. نعم. اذا احنا نبي تنميه حقيقيه يعني. نعم. لكن انا اشك في ذلك يعني في هذا الامر. نعم. صعبه صعبه اشوفها. طيب ممتاز. في موضوع اخ خلف، موضوع توزيع قسائم تربيه الخيول العربيه، يعني شفنا. نعم. ان يعني كثر عليها اللغط. نعم. وقيل ان هناك نواب مجلس الامه اخذوا اراضي. نعم. للخيول العربيه والانسان المستحق لم يستفد شيء. نعم. ويعني حصل كلام كبير جدا في الموضوع. اليوم الراي تقول ان صفر اوقف التوزيع وقال يعني التاكد من انضباط للضوابط وتحت الجميع دون تفرق، وانا فعلا ان كان هذا الخبر صحيح احيي وزير البلديه الوزير الفاضل صفر على هذا الموقف، اللي فعلا يفترض جميع الوزراء يقفون هذا الموقف، لا تترك توزيع اراضي الخيول العربيه حق نواب وقاربهم ويوزعون على كيفهم، يفترض الناس مستحقين. انا حقيقه ان صدق هذا الخبر ايش تعليقك عليه؟ انا حقيقه الدكتور فاضل صفر من الوزراء اللي يعجبوني وايد، ويتخذ قرار يعني اعتقد ما يتخذ الدكتور صفر قرار الا يكون يعني او 90 او 95% من قراراته. نعم. اللي انا قاعد اشوفها انها صايبه. للاسف الشديد ان الاخوان النواب وبعض المتنفذين يعني في الدوله. نعم. ياخذون هذه القسائم، يا ريت انهم يربون خيول عربيه. نعم. يا اخي احنا ودنا انك تربي خيول عربيه وتنتج خيول عربيه وكذا. نعم. لكن للاسف الشديد ياخذ القسيمه ويحولها يا ان مزرعه يا ديوانيه يا كذا او مصنع او مخزن الى ما نبي ندش في هذا. لكن انا اعتقد مثل ما ذكرت اخوي عويد ان تنقلب العملية من خيول عربية إلى مصنع سيراميك أو طابوق. نعم. طيب اليوم الداخلية اتخذت قرار كذلك أن الكويتية تكفل أبنائها، يعني يمكن هذا القرار موجود بأغلب صحفنا المحلية، واضح أن وزارة الداخلية عندها قرارات جيدة جدا بالنسبة للمرأة الكويتية. بالعكس يعني المرأة الكويتية المفروض ما أخذها الحقوق هذه أو هذه القرارات هذه من زمان يعني. نعم. يعني مرأة كويتية ولدها يكون مثلا. نعم. ما عنده إقامة إلا يكون على شركة ويدفع المبلغ الفلاني على أساس أنه يروح يحط إقامة، ليش هي ما تكفل؟ هي كويتية وأمه يعني في النهاية أمه. لو مات أبوه قاصر يعامل معاملة الكويتي يعني. نعم. 180 درجة يتغير هذا. فأنا أعتقد أنه قرار المفروض أنه يكون يعني من زمان صادر هذا القرار، لكن انا احيي معالي وزير الداخليه على هذا القرار. نعم. وان شاء الله انه يكون ينفذ في 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 الحال، يعني انه لا نقعد مثلا اسبوع 10 ايام شهرين. نعم. كذا على بال ما يعني يصبح نافذ، لا يصبح نافذ من يوم اتخاذ هذا القرار. نعم. فاتمنى ذلك. اخر لدينا فقره الكاركتير الشاهد، اتمنى يعني تنظر اليها وتعطينا تعليقك. واضح جدا دعم حكومي ومؤشر مخنوق يعني الدعم الحكومي. هذه البورصه واضح يعني هو التدخل الحكومي في البورصه بيحاول يرجع مو قادر ابدا يعني ما اعتقد الا هو البورصه للاسف الشديد هي مو تحكمها تحكم اعتقد انه متنفذين فيها. رغم ان يعني اليوم مجلس الوزراء كلف هيئه الاستثمار متابعه ومراقبه اوضاع البورصه وامدادها بالدعم المالي في وقت الحاجه. اليوم قرارات هم خلي يحطون اول شيء رئيس هيئه مال في هذه اللي اعتذر لها تقريبا اكثر من 19 شخصيه ماليه 18 تقريبا يعني. فهم اكيد يعني انت بتحط لك رئيس هيئه سوق المال وتمنعه من انه يكون عنده شركات وما راح احد يقبل فيها، بالتالي لن تجد احد
يقبل. وغلب هو شو المشكلة إذا أنا غيرت القانون أو فقرة من القانون حتى لا يستفيد من هذا المقصد، حتى ما تكون له هناك يعني استفادة من البورصة، خلاص خلي يبون واحد من برا يديرها مثل ما يابوا الناس قاعد يدير مستشفياتنا الآن من برا ويديرون هيئة. لا موجود أنا مستعد أن أوافق عليه معود، بس عروضه عليه ما عندي لا شركات ولا شيء. الله يسلمك. يعني إلا واحد من التجار يعني بالأساس. لازم يكون واحد من التجار، لازم يكون واحد متنفذ، لازم يكون واحد عنده فلوس، لازم حتى يعرض عليه هذا المنصب. طبعا على أساس أنه نعم. الوضع معروف. عموما الاخ خلف العنزي مدير علاقات العامه والاعلام في بيت الكويت للاعمال الوطنيه، انا شاكر لك حضورك اليوم واشتراكك لهذا الفيديو. الله يبارك فيك، وانا كلمه اقولها يعني احنا قريبين ان شاء الله لاحياء ذكرى الاحتلال العراقي والرد على هالتصريحات الغير مسؤوله لمندوب العراق في الجامعه العربيه وغيره يعني. وبالنهاية أنا حقيقة أحب أشكر إخواني وأخواتي من طلب المتدربين عندي في بيت الكويت للأعمال الوطنية، وأقولهم ما قصرتوا وديروا بالكم مني في خلال الأسبوعين القادمين، لأن ذكرى الاحتلال لابد أن يبيلها رجال أن احنا نحييها ونرد على كل التصريحات العراقية. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، نذكر كالعادة في إيميل البرنامج قبل أن نختم، نتمنى التواصل معكم. وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم، آمل أن ألقاكم غدا إن شاء الله. أستودعكم الله وإلى اللقاء.